أشكرك كمان زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناة الأهلي والمتواجد في مطار القاهرة الدولي لاستقبال بعثة الفريق عقب الانتهاء وعقب العودة كمان من رحلة المغرب. عايز بس أشيد باستقبال إير كايرو، وهي كانت الرحلة برعايتهم وهي الناقل الرسمي لقناة الأهلي، وكمان كل الرسائل اللي جت ولحضراتكم تابعتوها على شاشة قناة النادي الأهلي كانت كلها برعاية بنك سعيب الراعي الرسمي للنادي الأهلي. استقبال إير كايرو للبعثة كان بمنتهى الشياكة في الحقيقة، ورود وبتاع، فالناس قايمين بدور ممتاز في الحقيقة. خلينا نروح لفاصل سريع، بعدين متواصلين وكواليس طبعا وصول الأهلي عقب الانتصار الغالي والخطوة الأولى في مشواره في دور نصف النهائي على فريق الوداد المغربي وقبل مباراة الإياب بإذن الله يوم الجمعة اللي جاي. استنونا بعد فاصل. الأهلي ده الاسم اللي اتشرف مصر، الأهلي.